الخارج مع بعض. كابتن هشام عبد الرسول، مين تتوقع يكون مفاتيح اللعب في هذا اللقاء ونجوم هذا اللقاء من قبل المنتخب المصري؟ احسن حاجه انت قلتها في الكوره، مفتاح اللعب. ما انا ممكن لاعب مثلا يجيب لي يعني حارس، لو ان مفتاح اللعب هو اساس اي فرقه، انا اتوقع ان شاء الله تعالى ان يعني الطرفين بتوعنا مع هم دول هيبقوا عمر مع كمال مثلا وفتوح. واحمد فتوح، خاصه الجبهه الشمال يعني بتاعت فتوح. واتمنى يعني والله ما انا مش عايز والتغييرات بتبقى مؤثره اكيد يعني. طبعا لا بقى 48 ساعه لو انا، معلش انا اسف، لا قولها يا كابتن، وجهه نظرك اتفضل. خط الهجوم مش مفتاح لعب يا كابتن خالد، دول انهاء هجمه. انهاء هجمه. دول انهاء هجمه. المفتاح اللعب نص الملعب. مفتاح اللعب وسط الملعب يا كابتن خالد باختصار، مع طرف من الطرفين يتبادل المواقف مره من اليمين مره من الشمال. اما نص الملعب بتاعنا او بتاع اي فرقه هو اللي بيخلي كفتك ارجح من الفرقه اللي قدامك. يعني انا لو عندي ثلاثة نص ملعب يا كابتن خالد تقال او اربعة نص ملعب، ناس بتأدي دورين الهجوم والدفاع على اكمل وجه يا كابتن خالد. ما يبقاش دفاعي بس قصدك يا كابتن برافو هشام. عليك، بيعرف يخترق، بيعرف يسدد، بيعرف يشوط، بيعرف يعمل وانتو، بيعرف حاجات جميلة. هو ده اللي بيفرق الفرقة والتانية. موافق. اتفرجنا على برشلونة اخر ماتش 4-0، موافقك بيلعب، موافق. شوف نص الملعب اللي كانوا بيلعبوا، ما كانش فيه غير واحد بس ديفندر، وهو اصلا لعيب ماهر عالي جدا بالظبط، اسمه بوسكيتش. كابتن فرقة. ايوه بوسكيتش هو الوحيد اللي ديفندر يا كابتن خالد، صحيح صحيح. انما لعيب كوره يعني. يعني انت تفضل في نص الملعب في مباراه الذهاب اللي احنا محتاجين فيها نكسب، على الاقل يكون مثلا زيزو، تريزيجيه، يعني انت عايز. حبيبي انت هقول ايه بس، انا هم ثلاثه مختارهم بامانه، السوليه وزيزو وتريزيجيه. السوليه وزيزو وتريزيجيه. وبعد كده حط انت هتحطه كابتن خالد. لسبب اجهز الناس فنيا وبدنيا وجماهيريا ومعنويا. فانا دي وجهه نظر، انا احب اقولها على العموم. يعني اي حد يلعب احنا في ظهره، وهي كلها وجهات نظر، لكن في النهايه كارلوس كيروش هو اللي هيمشي كلمته، وبنتمنى تكون كلمته سليمه ويصعد بينا لكاس العالم ان شاء الله يا باذن رب الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن خالد، ونفرح كلنا ان شاء الله يا رب. حبيبي.